في الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب. قصصه عديدة عديدة عديدة، عبره مفيدة مفيدة، أفكاره جديدة. لأي سؤال جواب، فلنوقف لعبنا ولنفتح آذاننا لنهيئ أفكارنا ونستقبل الكلمة في قلوبنا. في غرفة الألعاب كتاب أقرأه حين أغلق الباب. قصصه عديدة عديدة عديدة، عبره مفيدة مفيدة، أفكاره جديدة. لأي سؤال جواب. المصيبة الكبرى. يا الله، كل إشي مش ظابط، وحتى الجيران ميتهم عمالها بتنقط علينا. بس يلا منيح، كل بيت عماله بنقط ما عدا هاي الغرفة. شو هاد؟ حتى سقف البيت بنقط. شمالك أنت كمان شجاع؟ جبت شهادة؟ جبتها بس بمادة الرياضيات. نفسي مرة أجيب علامة شبه كاملة، شبه كاملة، بديش علامة كاملة. شو هاد؟ منيح علينا، هو كمان عمالها بتنقط. لازم نطلع نجيب الدلو. شو هاليوم المصيبة هاد؟ ياسمينة، شو مالك معصبة اليوم؟ شجاع بكفي. شو قصتك اليوم ياسمينة؟ إيش مالي؟ أنا إيش مالي؟ إيش مالك؟ ولا إشي عماله بزبط معاي، ولا إشي ولا إشي، أنا مشان هيك أنا هيك حظي دايماً. ولا إشي ولا إشي؟ ولا إشي. عندي حفلة وأهلي مو قابلين يشتروا لي فستان جديد زي كل صحباتي. ياسمينة، عندك كثير فساتين. وانت كمان شجاع، ما عندي فساتين كفاية، وكل صحباتي رح يشتروا فساتين. يعني هي هلا كل المشكلة عشان هاي؟ شجاع ياسمينة تعالوا شوي. قلت لك ما في اشي ظابط ولا اشي. عن جد شو الشغلة هاي؟ من وين طلعت لنا؟ شجاع؟ ياسمينة؟ شو في؟ فتفوتة؟ انت متى صحيتي؟ نقصتيني. أنا من زمان صاحية وعم بنادي عليكم وما عم تردوا علي. ما هو كل شيء مش ظابط، الوضع مأساة. شو في؟ بدنا نطلع من بيتنا أسبوعين لأنه سقف البيت كله بنقط، بدنا نروح ندار جده. طيب شو المشكلة؟ أنا كثير بحب أروح ندار جده، بس أسبوعين كثير، أنا كثير بزهق هناك فتفوتة، ما في ألعاب وجده بضل حاط على الأخبار طول الوقت. يعني جد ما بقدر أخذ لوح الرسم تبعي ولا ألعابي. عن جد ما في ولا إشي ظابط. شفتي فتفوتة، وما حدا بفهمني، أهلي مو قابلين يشتروا لي فستان لعيد ميلاد صاحبتي. بيي فساتين، في أشياء كثير أهم من فساتين ياسمينة. شفتي فتفوتة، ما حدا بفهمني. وانت شجاع شو مشكلتك؟ يا فتفوتة، انا درست امتحان رياضيات النهائي كثير منيح وتوقعت اجيب اقلب علامتين، يعني 48 من 50. يعني قديه جبت؟ 46. طيب شجاع، 46 علامة كثير منيحة كمان. مش ملاحظين انكم انتو التنين عم تكبروا المواضيع شوي وعم تبالغوا فيها؟ لا ما منبالغ فتفوتة، أنا هيك كمان بحس دايماً حظي، كل المصايب تيجي مع بعض. المصايب، أظن إجا وقت القصة. اسمعوا. حدث جوع شديد
في أيام حكم القضاء، فقرر ألي مالك أن يرحل مع زوجته نعمي وابنيه محلون وكليون من مدينة بيت لحم بسبب المجاعة التي حدثت فيها، فانتقل مع عائلته إلى مدينة مؤاب وسكنوا فيها. كبر ابناه وتزوجا من فتاتين من مؤاب، واحدة اسمها راعوث والأخرى عرفة. مرت السنوات ومات ألي مالك، ثم بعد فترة مات ولداه، فبقيت نعمي زوجة ألي مالك وحيدة مع كنتيها في أرض مؤاب، وكان حزنها شديدا، فقررت العودة إلى بيت لحم بعد أن سمعت أن المجاعة قد انتهت وأن الحقول قد زرعت من جديد وأصبح الطعام متوفرا. يا حرام، زوجها أولادها ماتوا. هلأ هاي ممكن نعتبرها مصيبة. وبينما هن يسرن في الطريق إلى بيت لحم، قالت نعمي لكنتيها: عودا إلى أرض مؤاب، فهناك تعيش عائلاتكما وأقاربكما، وقد تتزوجن من جديد، لا يوجد لكما مستقبل معي. وافقت عرفة واقتنعت بكلام نعمي، أما راعوث فرفضت العودة وقالت لنعمي: لن أتركك أبدا، حيث تعيشين سأعيش، فشعبك هو شعبي الآن، والإله الذي تعبدينه هو إلهي أيضا. فلما رأت نعمي إصرارها وافقت وأكملت سيرها نحو منزلها في بيت لحم. راعوث بدها تترك بيتها وتروح مع حماتها، ليش؟ لأنها كانت بتحب حماتها كتير وما بدها إياها تضل لحالها. كمان راعوث كانت عارفة إنه نعمي بتعبد الله الإله الحي مش الأصنام زي في أرض مؤاب. وصلت نعمي وراعوث إلى بيت لحم وقت الحصاد، وكان لنعمي أقارب كثر، من بينهم بوعز الذي كان واسع الثراء ويملك حقولاً كثيرة. ولأن نعمي وراعوث كانتا فقيرتين وليس لهما من يعيلهما، صارت راعوث تذهب وتلتقط السنابل التي تسقط من وراء الحصادين في حقول بوعز. في أحد الأيام وبينما كان بوعز يتفقد الحصادين، لاحظ ما تفعله راعوث، فسأل الوكيل المعين على الحصادين: من هي هذه الفتاة؟ فأجابه: هي فتاة مؤابية أتت مع نعمي من مؤاب، وتشتغل من الصباح إلى الآن، وما استراحت إلا قليلاً. فناداها وقال لها: ابقي في حقلي لتلتقط السنابل، وعندما تعطشين فلتشربي من جرار الماء، لقد أوصيت أن يعتنوا بك، فلا تذهبي لحقل آخر. تفاجأت راعوث من كرم بوعز واهتمامه، فسألته: لماذا تهتم لأمري وأنا امرأة غريبة؟ فأجابها بوعز: لقد سمعت كيف أحسنت إلى نعمي، حتى أنك تركت أهلك وديارك وأخلصت إلى حماتك، بقيت معها ولم تتركيها بعد كل ما أصابها، بل أتيت معها إلى مكان وشعب لا تعرفينه، فليكافئك الله. فرحت راعوث كثيرا وتعزى قلبها بهذا الكلام بعد كل الحزن والألم الذي عاشته. وهكذا استمرت راعوث تلتقط السنابل في حقل بوعز الذي أوصى حصاديه أن يلقوا بالسنابل عن قصد لتلتقطها راعوث. كما كانت راعوث تأكل مع الفتيات العاملات في حقل بوعز، وكان الجميع يعاملها بلطف. في يوم من الأيام بعد أن عادت راعوث من الحقل، قالت لها نعمي: إن شريعتنا توصي بأن يتزوج بك أحد أقاربنا بعد وفاة زوجك، فلعل بوعز يكون مهتما لأمرك.
فلترتدي أجمل ثيابك وتتعطري، ثم اذهبي إليه وهو سيعرف مبتغاك، فهو رجل صالح. فعلت رعوث كما أوصتها حماتها. فعندما رآها بوعز قال لها: نعم أنا قريبك، لكن عندك واحدا أقرب مني إليك، يجب أن نسأله أولا، فإذا لم يرد الزواج أتزوجك أنا. بكر بوعز وذهب للقاء الولي القريب الذي تحدث عنه لرعوث، وسأله إن كان يريد الزواج منها، إلا أن الولي لم يرد ذلك، فاتخذ بوعز رعوث زوجة له، وكان فرحا جدا لأنه علم أنه تزوج بامرأة كانت مخلصة لزوجها وحماتها، وبعد وقت رزقهما الله ابنا أسمياه عبيد. فرحت نعمي بهذا الطفل كثيرا، فأخذت نعمي الصبية ووضعته في حضنها وصارت مربية له. كبر عبيد وتزوج وأنجب يسى، وأصبح يسى أبا الملك داود فيما بعد. فتفوتة احكي لنا قصة الملك داود. أكيد بحكي لكم إياها، بس مرة تانية هلأ قولوا لي شو رأيكم بالقصة؟ صراحة فتفوتة رعوث كتير مرت بمشاكل أصعب من اللي إحنا منمر فيها. صح ياسمينة، مرات إحنا منكبر الأمور والمشاكل اللي منمر فيها ومنظل نفكر فيها ومنحس زي كأنها آخر الدنيا، مش لحالنا منمرق مرات بأمور ما منحبها. كل الناس بتمرق بظروف صعبة، بس المهم كيف نتعامل مع هاي الأمور ومنتقبلها، وكيف منضل واثقين بالله إنه معنا. بالضبط. يلا بسرعة حضروا أغراضكم عشان تلحقوا تروحوا عند بيت جده، وفكروا بكل الأشياء الحلوة اللي ممكن تعملوها هناك. يلا شجاع ما ضل وقت، هلا أكيد التيتا تبلش تعمل أكل زاكي. صح فتفوتة، أنت مش راح تضلي هون، راح تيجي معنا، أنا مش راح أخليكي أسبوعين هون لحالك. عن جد؟ فتفوتة انتبهي قاعدة بتنقط جنبك. يا شجاع لازم نجيب دلو. شجاع هذه رعوث المؤابين.
لما تنحل المشاكل وتصير الأمور تمام، بيجي وقت فتفوتة ترجع وتنام.